السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. في حياتنا كتير من الأسرار، في حياتنا كتير من الطاقات. إزاي نقدر نوظف ده؟ إزاي نقدر نستغله عشان نقدر نعيش بطاقة إيجابية فعالة؟ حياتنا مليئة بالطاقة. مصطلح الطاقة كتير من الناس بتسأل شو هو الطاقة؟ معناها إيه؟ هل الطاقة موجودة فعلا؟ واحنا صغيرين كنا بناخد في مدارسنا وبنتكلم على الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة، طاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم وهكذا. بس لما كبرنا سمعنا وشفنا منظور الطاقة بشكل مختلف تماما. الطاقة مصطلح مذكور في القرآن في سورة البقرة آية 249، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. صدق الله العظيم. الطاقة، الطاقة هي القدرة الكامنة في الأشياء والأجسام، القدرة على التحرك، على التحول، على المتابعة، تلك هي الطاقة. الطاقة في حياتنا إما طاقة سلبية وإما طاقة إيجابية. الطاقة السلبية تحمل في طياتها في حياتنا اليومية معاني كثيرة ومصطلحات أكثر، منها الكره، البغضاء، العداوة، الكراهية، الظلم، كل تلك مسميات تحت عنوان الطاقة السلبية. أما الطاقة الإيجابية فهي وليد الحب، العاطفة، التسامح، المودة، هي وليد كل شيء جميل في حياتنا. تلك هي الطاقة الإيجابية. وحينما نود أن نتحدث عن الطاقة أيضا نقول أنها طاقات مختلفة، منها طاقة الشمس، الرياح أو نقول الهواء، طاقة الماء، طاقة النار، كل تلك طاقات نستطيع استخدامها عشان نقدر نعيش، نتمتع بطاقات إيجابية فعالة في ظل الأوضاع السائدة. الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية ومزيج من الطاقات هي مكون مكنون الإنسان. ما هي الطاقة في جسم الإنسان؟ هل هناك طاقة؟ نعم، هناك طاقة وتسمى الشقرات. جسم الإنسان يتكون من عدة مراكز للطاقة تسمى الشقرات. الشقرات السبع هي مراكز القوى السبع في جسم الإنسان، وهي بوابة دخول وخروج للطاقة. نستطيع أيضا من خلالها التحكم في حالة الفرد النفسية والجسدية والصحية. من خلال الطاقة تكمن الأهمية الكبرى في التأثير عليها. في كثير منا لا يعرف أننا نستطيع أن نحول الأشياء المحزنة إلى أشياء مفرحة، من الحزن إلى السعادة، من الشقاء إلى المودة إلى الرحمة. كيف يحدث هذا وما أسبابه؟ وهنحاول مع بعض اليوم إن شاء الله إن احنا نتكلم فيها ونوضحها بشكل بسيط جدا، بعيد عن التعقيد ومصطلحات علم النفس اللي كثير منا بيجهلها. هنقول إن احنا عندنا في جسم الإنسان سبع أماكن أو مخزونات للطاقة بتتدرج تدريجيا بدءا من أسفل إلى أعلى. سبع شقرات. الشقرة الأولى وهي شقرة القاعدة أو الجذر، شقرة القاعدة من مسماها قاعدة. شقرة القاعدة من أهم الصفات اللي بتساعد على غلق تلك الطاقة. يعني إيه غلق؟ يعني تخلينا حاسين بضيق. الجزئية دي متحكمة في بعض الأعضاء الجسدية اللي من خلالها بنشعر بضيق، بألم. الصفات اللي بتؤثر في تلك المنطقة أو في تلك الشقرة هي صفات الخوف والقلق، عدم الاتزان. يكون الإنسان متوتر دايما، قلق، قلق مستقبلي، وسواس قهري، فينا نسميه خوف من الأشياء الموجودة أو اللا موجودة. كل تلك الأشياء لها علاقة بالأعضاء التي تؤدي إلى الألم الجسدي.
طب ايه الاعضاء اللي موجوده عندي بالنسبه لمنطقه القاعده او شقر القاعده او طاقه القاعده اللي ممكن تاثر عليا سلبيا؟ هي مرتبطه بالجهاز البولي اللي من خلاله تقدر اذا انسدت تلك الشقره بشعر بوجع بالم. ايضا العظام، اكثريه الشعب المصري بيعاني من الم في العظام، مش شرط ان يكون عظمي هو اللي بيوجعني، ده انا ممكن يكون الم نفسي مؤثر فيا. يبقى مشاعر القلق والخوف، عدم الاتزان هتؤدي الى تعب في العظام او في الجهاز الاخراج. تمام. طب لون الشقره هل مرتبط بالوان معينه؟ اي نعم، الشقره دي بما انها اسفل اللون الخاص بيها اللون الاحمر، بمعنى ان انا اذا قدرت ان انا اخلص مشاعر القلق والخوف اللي بتعتليني، عدم الاتزان، اقدر من خلالها اتحكم وافتح الطاقه لتسريف بقيه الجسد. فتح الطاقه وسريانه من اسفل الجسد الى اعلى يجعل مني انسان سوي، محافظ، حاسس بالحياه. ايه الاشياء اللي ممكن تساعدني على فتح شقره القاعده او الجسر؟ الاشياء اللي انا ممكن اعملها ممارسه الرياضه، المشي حافيه على الارض، ممارسة الرياضة، ممارسة اليوجا، أيضا بعض المأكولات الحمراء زي الكرز، زي التفاح، الكريز، أي شيء أحمر زي التوابل الحمراء، نفس القصة برضو بتساعدني وتؤهلني على فتح تلك الشقرة وبالتالي إحساس الفرد بالراحة والأمان. عملت سريان طاقة بالنسبة للشقرة السفلية؟ معنا اتصال من الإمارات، هلا فيك يا حبيبتي، اتفضلي. مساء الخير دكتورة دانيا. مساء الخير، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، وحشتينا كتير بصراحة، احنا منتظرين حضرتك من زمان. ميرسي حبيبتي، ان شاء الله راجعة بإذن الله. ان شاء الله، كيفك؟ اتفضلي. دايما دايما متألقة ودايما منورة، وحشتينا بجد. بارك الله فيكي حبيبتي، ما نحرمش منك. اتفضلي يا حبيبتي سؤالك. ربنا يخليكي. سؤالي، انا كنت طبعا انا سمعت في ذات المقدمة بتاعت حلقة حضرتك في اليوم عن الطاقة. ايوه. بصراحه انا يعني حاجات كتير جوايا، من ضمنها يعني اهم شيء اللي هو ازاي احول الطاقه السلبيه اللي جوايا بالنسبه لاتجاه زوجي لطاقه ايجابيه. تمام. احنا واستغلها لحب ليا. بنتكلم على العلاقه الزوجيه. تمام، تحت امرك. نعم تمام، تحت امر حضرتك، برد عليك ان شاء الله. شكرا. الطاقه في حياتنا ما بين الازواج بتعالج، ما بين الاباء والامهات تعالج، ما بين الأصدقاء بعضهم البعض بتعالج إذا استخدمناها وعرفنا كيفية استخدامها. الطاقة السلبية ما بين الزوج والزوجة، الزوج بيبقى راجع من شغله تعبان ومرهق، المطلوب من الزوجة أنها تستقبله بساعة رحب، بمودة، بحب، بشوق. انسي أوجاعك ومشاكلك في البيت مع أولادك، في شغلك، في حياتك، ابدأي ركزي إن زوجي جاي هخلق له جو من المودة والرحمة اللي ربنا قال عليها. ايوه استاذه يارا من القاهره، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام، كيفك؟ اتفضلي. اهلا بحضرتك، انا one of your fans، انا بجد بحب حضرتك جدا وبتابع حضرتك so على الفيسبوك وعلى الماسنجر وعلى الانستغرام، بتابع حضرتك وبحب حضرتك وبحب الطاقات اللي حضرتك بتعمليها ومتابعاكي so على طول. بحب اسال حضرتك سؤال. اتفضلي حضرتك. انا عايز اعرف ازاي ان انا اقدر اطلع كل الطاقات السلبيه اللي بتبقى موجوده في البيت. تمام. يبقى في طاقات سلبيه كتير، وفي ناس بتبقى مش حابه ان الواحد يبقى مبسوط في حياته، عايز اعرف ازاي اخلي نفسي ايجابيه على طول، اصرف الطاقات السلبيه واخلي نفسي دايما ايجابيه. تمام. احنا عشان نضيع طاقه سلبيه في حياه الانسان، طاقه سلبيه في المكان اللي انا بسميها طاقه المكان، عشان اضيعها بحاجه بسيطه جدا متوفره في كل بيت مصري، الملح، وخاصة الملح الخشن. أحطه في أركان المكان الأربعة، أشغل بخور بسيط، أفتح الشبابيك أهويها، وأبدأ مع قراءة بعض آيات من القرآن، الراحة النفسية، مديتيشن، لو تقدري إنك تشغلي ميوزك بسيط، تبدأي تسمعي للحاجات الحلوة، تفكري دايما بشكل إيجابي في حياتك، ده في حد ذاته بيطرد الطاقة السلبية الموجودة في المكان. بعد هيك احنا ممكن نعمل شو؟ ممكن نسوي الملح اللي موجود ده بناخده من الارجاء اللي كانت موجوده، بس ما يباتش لتاني يوم،
وناخده نرميه في منطقة بعيدة، لأن معروف إن الملح هو كلوريد الصوديوم، بيتكون الصوديوم فيه بنسبة 40% والكلور 60%. فأوريدي لما احنا بنعمل ده، الأيونات اللي موجودة في الملح بتمتص الطاقة السلبية، ولكن إذا عد مرق عليها 24 ساعة بتبدأ تعكس الطاقات اللي كانت موجودة بيها بشكل سلبي. أيوة معنا اتصال مدام منى. أهلا بيكي مدام منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك، منوره الدنيا. ميرسي، ربنا يعز حضرتك بنورك. كنت عايزه يعني اقول لحضرتك على حاجه وتردي عليا. اتفضلي. انا جوزي لما بيدخل من البيت بيحصل لي حاله خوف، يعني من كتر ما هو عصبي، وانا ما بحبش الصوت العالي وببقى خايفه من الناس يعني تاخد بالها، لما بحبش ان حد يعني يشوفني كده او يسمع ان جوزي بيزعق لي او كده. ايوه. فانا بقت عندي نوع من الحاله النفسيه ومش عارفه اتغلب عليها. هو بيخاف ان انا اسيب له البيت وامشي. تمام. بس انا برضو متضايقه، مش عارفه اسيطر على الخوف اللي جواه. بقت جاب لي حاله خوف، بقيت بخاف اما بشوفه قدامي ببقى خايفه. حصلت ما بينكم مشاكل عائليه كتير في الصدد ده؟ لا لا، ما بيني وما بينه، هو شخصيته ضعيفه قدام اخواته، لكن قدام انا عايز يوري للبيت، احنا في بيت عيله، عايز يوري لاخواته ان هو شخصيته قويه على مراته. تمام. وهو ما بينه وما بينك ازاي بيكون الحوار داير؟ ما هو دايما ساكت، ولما انا اتكلم انا بحب الضحك والهزار والفرح، هو كئيب بيحب يبقى قاعد ساكت، ولما تتكلمي كتير يبقى متضايق، من النوع اللي يحب الوحده. هو بيحب الوحده. تمام حبيبتي، راح اجاوبك. ربنا الله يكرم حضرتك. طبعا دلوقتي احنا عشان نجاوب على موضوع الازواج والتناقض اللي بيبقى موجود ما بينهم، وده موجود في كل بيت، بس ارجع واقول الزوجة عليها جزء كبير جدا من ده. حبي جوزك بطريقته، ما تخليهوش يبقى بتحاولي تحبيه بنفسك انت او بوضعك انت، لا، شوفي هو بيحب ايه. هو بيحب الوحدة، اوكي، اخلقي له الجو اللي فيه الوحدة، حسسيه بالراحه في البيت والطمانينه. حتى لو انا من النوع المتكلم شويه، لا، اطلع الطاقه السلبيه اللي قدامي دي في الكلام مع الاولاد اذا وجد اولاد. اذا ما لم يوجد اولاد، طلعي ورقه وقلم واكتبي فيها كل المشاعر اللي جواكي، سواء كانت سلبيه او سواء كانت ايجابيه. ومن خلال تعبيرك عن ده وتفريغك للشحنات اللي جواكي، مجرد ما زوجك هيرجع هيبقى ما قدامكيش غير ان انا اعمل حاجتين. اول حاجه ان انا اهتم بالشكل الخارجي بالنسبه لي، الملبس، ان هو يشوفني دايما متالقه في كل الاحوال ايا كانت ظروفي. انا تعبانه، فرحانه، عندي ضغط شغل، ضغط منزل، ضغط اولاد، مذاكره، واتيفر الحاجه اللي موجوده، تناسيها، لان الام مدرسه، ولان الجنه خلقت ووضعت تحت قدمينا مش من فراغ. اكيد لازم هنضحي كتير وهنواجه كتير عشان نقدر نوصل للنقطه دي. انت بايدك تصيري مجرى حياتك. اذا كان هو شخصيته قويه قدام اهله، اديله وضعه، خليه حسسيه بده دايما باني قدام اهله ان هو اقوى منك. حتى لو كان هو بيظهر ده اوريدي، اظهري انت بزياده ودي الوضع كويس قوي. ولازم لما هو يدخل البيت يلاقي جو الوحده اللي هو بيفكر يقعد فيه، بس انت اشركيه في وحدته. طفل التوحد، لو بتسمعي عن طفل التوحد، ما هو بيبقى عنده قوقعه كده، احنا لازم كمعالج نفسي ان احنا بندخل داخل القوقعه دي معاه، بنخليه يستشعر وجوده داخل القوقعه. بس عشان انا كمعالج لازم ادخل جوه القوقعه واعمل نفس اللي هو بيعمله، شوفي هو بيحب يعمل ايه واعملي وقلدي زي ما هو بيعمل بالظبط. ربنا يصلح حالك يا رب حبيبتي ويهديهولك. نرجع نكمل تاني موضوعنا عن الطاقة. احنا اتكلمنا انها 7 اماكن للطاقة في جسم الانسان. قلنا الطاقة الاولى بتبدأ من اسفل وتندرج بعد ذلك، ويبدأ يتدفق مسار الطاقة الى الثانية. الطاقة الثانية عندي، وهي ممكن تكون ده نوع ردا على الاستاذة اللي سألت على زوجها. النوع التاني عندنا هو شقرة الجنس او العجز. شقرة الجنس او العجز، البروفيشنال او المتمكن فيها بيقدر يغلق ويفتح تلك الشقرة. طيب بالنسبه للناس الاسوياء العاديه، انا اقدر اعمل ايه في حياتي عشان اقدر اخلي نفسي سعيده؟ احنا عايزين نستغل الطاقه في السعاده النفسيه الذاتيه اللي انا هخلقها لنفسي، وكمان السعاده الزوجيه لزوجي واولادي والوسط المحيط بيا. طيب نقدر نتكلم الاول بالنسبه على الجنس. شقره الجنس او العجز موجوده فين؟ موجوده اسفل السره بعده سنتيمترات، 5 سنتيمترات تقريبا. دي بتبقى مسؤولة عن الجهاز التناسلي، مسؤولة عن الفقرة القطنية في الظهر، أيضا مسؤولة عن منطقة البطن أسفل السرة. الفقرة دي هي المسؤولة عن الشهوة والرغبة لدى الرجل أو المرأة. أنا في تحكمي في الشقرة دي عن طريق معرفة لونها. أولا اللون بتاعها لونها برتقالي، يبقى أنا لو أكثرت من أكل البرتقال اليوسفي
الحاجات اللي فيها العصائر الجوس اللي بتدي نفس طعم ونكهة الألوانات الأورنج دي، لو أنا لبست نفس الدرجات دي هعمل نوع من أنواع التقوية لتلك. معانا اتصال، أهلا وسهلا، اتفضلي يا حاجة. أهلا بيك. أهلا بيكي. والله كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. دلوقتي مثلا أنا ببقى قاعدة في مكان وببقى مبسوطة جدا بيه وببقى مش عايزة أمشي منه، أيوة، ولكن بيجي أشخاص بيقعدوا بيتكلموا كده، أنا أصلا ما بحبش يعني قعدتهم، تمام، وبمجرد ما بيمشوا من عندي أعمل إيه؟ بحس إن أنا مش عايزة أشوفهم تاني، يعني ببقى عايزة أقول لهم يعني خليكم دايما متفائلين مش عارفة إيه، لأ بيسودوا الدنيا وكده، فبحس إن أنا كمان بيسودوها كمان علي. طيب يعني أنا أعمل إيه؟ يعني بيبقى كده المشكلة بقى في المكان اللي أنا فيه، ولا المشكلة في إن أنا معرفتش أحول الناس دول من طاقات سلبية لطاقات إيجابية؟ طبعا أنا الحمد لله أنا بقرأ القرآن كتير وبتابع فيه وكده وبحس براحة كبيرة أوي فيه، بس مش بعرف أقنع الناس اللي قدام مني يعدلوا من الطاقة السلبية اللي عندهم دي لطاقة إيجابية. تحت أمرك حبيبتي، برد عليكي. تمام، شكرا ليك. عفوا. طبعا انا عايزه ارد على عليها وبعد كده ان شاء الله نكمل بقيه حلقتنا. بالنسبه لموضوع الطاقات والناس اللي بتيجي تحضر عندنا، هرد ببيت الشعر اللي بيقول نعيب زماننا والعيب فينا. احنا العيب فينا احنا، مش في المكان، المكان بطاقته احنا المتحكمين فيه، ولكن هي طاقات الاشخاص. طاقات الاشخاص اللي يدخل عندنا البيت ونحس ان هو طاقته مش كويسه، او ان هو نقدر نقول بمصطلح بميت وش كما يقال، احنا نقدر بعد ما هو يطلع ميه بملح في المكان اللي هو كان فيه، كحليات ارشها، اشغل قران، وايضا كما قال الامام علي كرم الله وجهه اعتزل ما يؤذيك. شكرا، فاصل وبرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله. السفير العلمي دكتورة داليا يحيى، استشاري الصحة النفسية وتنمية الذات، دكتورة علم النفس التربوي جامعة الإسكندرية، ودكتورة صحة نفسية جامعة أمريكية، وماجستير علم النفس التربوي، وماجستير تنمية بشرية، وماجستير إدارة أعمال الجامعة الأوروبية، دراسات عليا في التربية الخاصة، ودبلوم عام ودبلوم مهني تربية خاصة، ودبلوم خاص تربية خاصة ذوي احتياجات خاصة، وليسانس آداب لغة عربية ولغات شرقية، دبلوم في التواصل وصعوبات التعلم وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتوحد من جامعة الأزهر. السفير العلمي دكتورة داليا يحيى، استشاري الصحة النفسية وتنمية الذات، دكتورة علم النفس التربوي جامعة الإسكندرية، ودكتورة صحة نفسية جامعة أمريكية، وماجستير علم النفس التربوي، وماجستير تنمية بشرية، وماجستير إدارة أعمال الجامعة الأوروبية، دراسات عليا في التربية الخاصة، ودبلوم عام ودبلوم مهني تربية خاصة، ودبلوم خاص تربية خاصة ذوي احتياجات خاصة، وليسانس آداب لغة عربية ولغات شرقية، دبلوم في التواصل وصعوبات التعلم وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتوحد من جامعة الأزهر. السلام عليكم، نرحب بكم مرة ثانية في برنامج حياتنا. استكمالا لموضوع الشاكرا واستكمالا لموضوع الطاقة، طبعا أنا حابة أتكلم ووجه شكر لكل المتصلين، وإن شاء الله هرد على كل الأسئلة اللي جات لي، بس هو وقت البرنامج ما يتسعش لكل الرد ده. مرسي لأهل الإمارات، اتصالاتهم الكتير بيا إن شاء الله معاكم متواصلة، أهل مصر، كل البلاد مرسي ليكم، إن شاء الله برد على كل الاستفسارات المطلوبة.
احنا كنا اتكلمنا على طاقة الجنس وقلنا ازاي ان احنا نتحكم فيها عن طريق برضو ممارسة الرياضة واليوجا. الرياضة مهمة جدا في حياتنا. هندخل على التالتة عندنا، هي شقرة الضفيرة الشمسية، ودي بتبقى المتحكمة في منطقة المعدة والطحال ومنطقة البطن من اعلى. دي بيبقى اللون الخاص بها لون الاصفر، يعني اي حاجة لونها اصفر اكلها هتساعد على تنشيط الطاقة الكامنة في تلك المنطقة، وبالتالي سريان الطاقة من منطقة إلى أخرى ومن شقرة إلى شقرة أخرى. الشقرة اللي بعد كده وهي الشقرة المهمة لأنها بتتوسط جميع الشقرات، ألا وهي شقرة القلب، ولونها لون الأخضر. طيب إيه الحاجات الصفات السلبية اللي ممكن تقفل لي شقرة القلب؟ شقرة القلب بتمثل لي الحب، السلام، الوئام، التفاؤل، الحياة، المودة والرحمة. عكس ده، هي دي الصفات اللي ممكن تغلق معايا تلك الشقرة. لازم أعيش مع إنسان أكون حباه، عايز أعيش معاه، عايز أكمل حياتي، لازم أحب ما أعمل حتى أعمل ما أحب. لازم في حياتنا كتير ندور على السلام والوئام الداخلي الذاتي قبل ما ندور عليه خارجيا. الصفات اللي بتتحكم في تلك الشقرة ألا وهي شقرة القلب، طاقة لونها أخضر فيها، هو الحزن والألم اللي بيعتلي من حاجات كتير جدا، مسببات كتير جدا، ألام نفسية. مش هتكلم على الألام الجسدية لأن الألم الجسدي مرجعه نفسي، إذا عالجنا النفس صلح الجسد. هنتكلم أن شقرة القلب ممكن أنا أعالجها بشرب الشاي الأخضر، بأكل الحاجات الورقية الخضراء، بممارسة المشي والرياضة، الكثرة وجودي مع الإنسان اللي أنا بحبه. عايزة أقول إن إحنا عندنا الطاقات السلبية في حياتنا كتير جدا. الطاقات السلبية أسبابها البعد عن الله سبحانه وتعالى، برمجة حياتنا بشكل سلبي، ما بركز غير على الحاجات السيئة فقط، دايما بشعر إن أنا إنسان ضعيف، بفقد الأمل، البعد عن الحبيب، العيش حياة غير سوية، أجبر وأضغط نفسي إن أنا دايما بفكر في الأشياء السلبية. لا، نستبدل الأشياء السلبية دي كلها بأشياء إيجابية محتملة، التفكير والتدبر في خلق الله، نقدر على قد ما أقدر أبص للكوباية المليان، نصف الكوب الممتلئ وليس الكوب الفارغ. عايز أقول إن الطاقات الإيجابية كثير جدا في حياتنا، إن احنا نقدر نستخدمها ونقدر نكتسبها من خلال الموسيقى، من خلال إحساسنا بالحياة الجميلة، قعدة بحر، قعدة أشخاص بنحبهم، مودة ورحمة ما بينهم، تبادل التحية، مداعبة الأطفال، السلام، أقدر أستخدمها من خلال قضاء أوقات ممتعة مع الأشخاص اللي أنا بحبهم وشايفة فيها طاقات إيجابية بناءة، عمل حمام ملح، المديتيشن اللي هو التأمل، على قد ما أقدر أتأمل. بجد أنا عايزة أقول لكم إن الإنسان لما يتفكر في خلق الله، لما يتأمل، استخدمي دايما، بصي للحياة نظرة أمل، فكري واعرفي ان قوانين الجذب اللي هتفكري فيه هتجديه، ما تفكر فيه وتركز عليه يحدث بالضروره. شكرا، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده اكمل معاكم الطاقات السلبيه والطاقات الايجابيه. سعدت بيكم وارجو ان اكون اسعدتكم وافدتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.